أول نكمل درس الأسرة المتعاونة. امبارح أخذنا أستمع بتركيز، استمعنا إلى النص. اليوم رح ناخذ أتحدث بطلاقة. نطلع على كتابنا يا أول، عندي مجموعة من الصور. يلا مجموعة من الصور. أصف ما أراه في كل صورة بوضوح. أول مزايا التحدث أو ميزة إني أنا أتحدث بطلاقة، لازم أتحدث بصوت واضح. مين يوصف للصورة الأولى؟ يلا أصابع، يلا يا سما. الصورة الأولى، يلا عن ماذا تتحدث الصورة الأولى يا سما؟ قطف العنب. أحسنتي، ذهبت بيان لمساعدة أسرتها في قطف العنب. يلا الصورة الثانية، الصورة الثانية يا ماسة. بعد الانتهاء ذهبوا لتناول وجبة الفطور. أحسنتي، وعند الانتهاء ذهبوا لتناول وجبة الفطور. نايا وشربا الطفلين الحليب وتناولوا الأكل الصحي. يا سارة الأكل الصحي مثل البيض والجبن والحمص. يلا يا لما، لما نشوف لما. وعند الانتهاء قاموا تنظيف المنزل. وعند الانتهاء قاموا بتنظيف المنزل. طيب يا لما، مازن قام بغسل الصحون. أحسنتي، والأب كنس الأرض. أحسنتي، وبيان مسحت الغبار. حلا، شو بدنا نحكي عن هاي الأسرة؟ يا لها من أسرة جميلة. جميلة وشو يا أول؟ ومتعاونة. يلا يا أول مع بعض، يا لها من أسرة جميلة ومتعاونة.